سجلت قناة السويس خلال شهر نوفمبر الحالي أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة. فقد سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 4.3%، وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 8.2%. وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطاباً للنوايا مع شركة بيفار جروب الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة. ويستهدف المجمع الصناعي إنشاء مجمع أخضر للكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد للاستفادة من موارد مصر الغنية منطقتي الشمس ورياح، والمساهمة بدور فعال في مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تبني الصناعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية لسياسات تؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم بدوره في النفاذ للأسواق العالمية بشكل أفضل، حيث تعتمد شركة بيفار جروب على مصادر طاقة خضراء خلال مراحل الإنتاج لخبراتها الكبرى في هذا المجال. استقبل وزير البترول طارق الملا سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز وخفض الانبعاثات. وأكد الملا أن قطاع البترول على أتم استعداد للتعاون مع الشركات السلوفاكية في العديد من المجالات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. ومن جانبها أشارت السفيرة السلوفاكية إلى أن بلادها تعتمد في المقام الأول على الطاقات المتجددة وتسعى لتنويع موارد الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الخاصة بها. استقبل وزير البترول المهندس طارق الملا رئيس شركة ترانس جلوب الكندية لمتابعة واستعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وإنتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية. وتابع الوزير خطط الشركة الكندية لحفر 4 آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل في إطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات إنتاجه البالغة حالياً 11,500 برميل مكافأة يومياً. وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في قطاع البترول المصري في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات وسط مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل انخفاضات الإنتاج المتوقعة من تحالف أوبك بلس، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.2% لتصل إلى $83.95 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.16% مسجلا $78.76 للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.20% لتصل إلى $2.84 للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.11% لتسجل $2.84 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو خلال شهر نوفمبر الجاري إلى 2.4%، يسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وأوضح المكتب أن هذا يرجع إلى انخفاض تكاليف الطاقة التي أدى بدوره إلى تخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي عانت منها الأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، والتي تسببت في فوضى في أسواق النفط والغاز الطبيعي وكانت المحرك الرئيسي للتضخم. ولفت المكتب إلى أن الرقم الجديد يقترب من معدل التضخم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، مشيرا إلى أن معدل التضخم سجل في أكتوبر الماضي 2.9%.